برشلونة مولعة، مش عشان التمانية اللي خدناها من البايرن بس، عشان خلاص ميسي بنسبة 99% بره برشلونة. انت متخيل ميسي يلعب في اي نادي غير برشلونة؟ يلا بينا نتكلم في الحلقة دي، ميسي احتمال يروح فين، وباختصار شديد هم 3 فرق مش هيخرج بره. في البداية معاكم مصطفى محسن، ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات عشان يجيلنا كل الحلقات اللي احنا بنقدمها بعنوان اللي راح راح واللي جاي احسن من اللي راح. ديت العلاقة اللي هتكون ما بين ميسي ومانشستر سيتي في حال انتقاله. ليه؟ لان خلاص بيب خرج برا تشامبيونز ليج بهزيمة غريبة قدام ليون وما كانتش متوقعة، وميسي طبعا الهزيمة اللي خدها 8 قدام البايرن، وميسي قبل اصلا ما نرجع تشامبيونز ليج قال بالفرقة دي هنخرج من تشامبيونز ليج، بس طبعا ما كانش متخيل انه هيحصل مصيبة ويتم الخروج بالشكل دوت. ميسي اصلا مؤخرا ما كانش مرتاح في اسبانيا نتيجة المشاكل بتاعته مع الضرائب ومشاكل كتيرة حصلت الفترة الاخيرة، مع غياب المشروع بتاع برشلونة، مع المدربين الكسر اللي بيجيبوهم، مع عدم التدعيمات، مع حاجات كتيرة جدا، مع اختلافاته مع الادارة، وبقى ميسي في ناحية والادارة في ناحية، واكيد اكيد اكيد زي ما قلت لكم 99% ميسي ماشي. غير مانشستر سيتي اللي داخل فيه بقوة عشان ميسي يرجع ويلعب مع بيب تاني وهم يدخلوا بتقلهم وهيكيشوا جامد، في الناحية التانية باريس سان جيرمان مستني وبيراقب الجو، وطبعا وجود ميسي مع نيمار ومبابي فرقة تانية دي كده هو فرقة الأحلام ومنتخب العالم، ودوت اللي بيتمنى باريس سان جيرمان ان هو يحققه، واللي هيدعمه قوي 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 هو فوزه بالتشامبيونز ليج السنة دي لو حصل. لسه عندهم فرصة، بس لو حصل هيبقى عندهم دعم كبير جدا 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 في النقطة دي. مع ضغط نيمار ممكن ميسي نشوفه في باريس سان جيرمان. في ايطاليا الانتر واقف ومترقب ونفسه دوت يحصل عشان يرجع كالتشو لطبعا التوب ليج في المشاهدات وفي حقوق البث، وهو الاخ ان الناس تشوف تاني ميسي قدام كريستيانو وكل الانظار بتاعه العالم ترجع تاني تتفرج على كالتشو اللي فقد يعني رونقه مؤخرا بعد طبعا تفوق الكره الانجليزيه والاسبانيه والنجوم الكتير. لكن وجود ميسي في ايطاليا قدام كريستيانو رونالدو دي معناها حرب ومش هتنتهي. ميسي بتصريحه اللي طلع بيه ان هو احتمال مش هيكمل في برشلونة، مش عايز يكمل، والادارة لسه ما خدتش قرار، حتى في تعيين المدرب القرارات لسه بطيئة، مع ان بنسبة كبيرة هو كومان هو اللي هيمسك الفرقة، والكلام ان من الفرقة دي كلها 3 لعيبة بس هما المفروض يكونوا موجودين فيها، هما ميسي وفرانكي ديونج وتير شتيجن، دولت اللي المفروض يكونوا موجودين من الفرقة، وبقية الفرقة كلها تتحط على الترانسفير ليست ويتعرضوا للبيع، بما فيهم سواريز وبقية اللعيبة وقلبة وكل الناس ديت وبيكي. خلاص الناس ديت عجزت، الناس ديت مش هتنفع تكون مشروع لبرشلونة، وكفاية عليهم قوي لحد كده. انا عارف ان في ناس هتختلف شويه معايا في الجزئيه دي، بالذات الناس اللي بتحب ميسي، بس يا جماعه ميسي لوحده ما بيشيلش فرقه، خلينا نكون مقتنعين، والا لو كان بيشيل كان شال منتخب الارجنتين. ميسي هو نجم كبير ونجم عالمي، وانا شفته في الملعب اكتر من مره، وبصراحه ما فيش حد في الدنيا، ما فيش حد في العالم بيعمل اللي ميسي بيعمله في الملعب، لكن ميسي لوحده مش كفايه، الكوره لعبه جماعيه، ودوت اللي بيثبت لنا دلوقتي لما تبص على الفرق اللي تتاهل للفاينلز، دوت اللي يثبت لك ان قوه اللعيبه لوحدها ديت مش هتوصلك لحاجه، الكوره لعبه جماعيه، دوت اللي خلى فرقه زي لايبزيج تبقى في السيمي فاينل، فرقه زي ليون تبقى في السيمي فاينل، وفرق قويه تخرج زي ما احنا شفنا. فالكوره لا تعتمد على نجم واحد فقط، على الرغم ان ميسي يشكل 50% من قوه برشلونه، لكن ميسي مش الفرقه كلها، الفرقه لازم تكون قويه واقفه على رجليها، الاداره ضعيفه، وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، الاداره هي سبب اللي بيحصل دوت في برشلونه مع الصفقات وغسيل الاموال اللي بيحصل والمشاكل ومدربين الكسر اللي بتيجي، وقلنا الكلام دوت قبل رجوع تشامبيونز ليج في حلقه هحط لكم اللينك بتاعها دلوقتي كان فيها كل التفاصيل ديت، وقلنا الكلام دوت وكله قرر وطلعنا بفضيحه من البايرن 8-2. محدش كان في الدنيا يتخيل ان البايرن يكسب، الناس طبعا متخيل ان البايرن هيكسب، بس مش هيكسب السكور الكبير ده، اسوأ المتشائمين ما كانش هيتخيل السكور ده.
واخيرا عايزكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ومن الاخر، ميسي هيروح فين؟ مانشستر سيتي ولا باريس سان جيرمان ولا الانتر ولا نادي رابع؟ لو نادي رابع قولوا لي مين. ورايكم ايه فكره ان انت ممكن تشوف برشلونه من غير ميسي اصلا؟ هل ديت حاجه ممكن عقلك يستوعبها؟ من ساعه يعني ما الناس ابتدت تشوف بقى برشلونه في عزه اللي احنا بنشوفه دلوقتي كان ميسي معايا، فهل الناس متخيله برشلونه من غير ميسي؟ سيبوا لي دوت في الكومنتات. ما ننساش نرزع على اللايك ونشترك في القناه ونفعل جرس التنبيهات، واشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم مصطفى محسن، سلام.